نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في رسالتنا اليومية لتغطية بطولة الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح للرماية. احنا متواجدين حاليا في ميادين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأولمبي للرماية. خلكم معنا بعد الفاصل نشوف أحداث وتفاصيل هذه البطولة. اختتمت اليوم بطولة الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح حفظه الله للرماية والتي شملت مسدس وبندقية وقوس والسهم الأولمبي على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأولمبي، حيث اتسمت المواجهة بالندية والإثارة. في مسابقة بندقية 10 متر ضغط هواء حصل على المركز الأول الرامي عبد الله الحربي، فيما جاء في المركز الثاني الرامي محمد عادل، وجاء في المركز الثالث سلطان العصيمي. في مسابقة مسدس 10 متر ضغط هواء حصل على المركز الأول الرامي علي المطري، وفي المركز الثاني أتى الرامي سعد العجمي، والمركز الثالث أتى من نصيب الرامي حمد النمشان. وفي منافسات مسدس ضغط هواء 10 متر سيدات حصلت على المركز الأول الرامية حذام البغلي، فيما جاءت رامية أميرة عوض في المركز الثاني، والمركز الثالث أتى من نصيب الرامية إسراء بهمن. وفي منافسات بندقية ضغط هواء 10 متر سيدات حصلت على المركز الأول الرامية زهراء الصفار، والمركز الثاني من نصيب الرامية مرية مرزوقي، أما المركز الثالث أتى من نصيب الرامية هبة الرزوقي. وفي منافسات بندقية 50 متر ضغط هواء رجال حصل على المركز الأول الرامي خالد عبد السلام، وجاء في المركز الثاني الرامي ماجد الضفيري، والمركز الثالث أتى من نصيب الرامي عبد الله الحربي. وفي مسابقات مسدس 50 متر ضغط هواء رجال حصل على المركز الأول الرامي حمد النمشان، والمركز الثاني أتى من نصيب الرامي علي المطيري، والمركز الثالث للرامي سعد العجمي. في مسابقة القوس والسهم الأولمبي رجال حصل على المركز الأول الرامي عبد الله عبد العزيز، والمركز الثاني للرامي عبد الله طه، والمركز الثالث للرامي فيصل بركة. وفي مسابقات القوس والسهم رجال مركب حصل على المركز الأول الرامي سالم السعيد، والمركز الثاني أتى من نصيب الرامي عبد الله مال الله، والمركز الثالث للرامي مسلم إبراهيم. وفي المساء أقيم حفل ختام للبطولة، وتم تكريم الفائزين من قبل ممثل راعي البطولة الشيخ عبد الله الجابر العبد الله الصباح، ومدير النادي المهندس دعيج العتيبي، وعدد من الشخصيات الرياضية. كانت بطولة طيبة وماشية بسهالة، لكن صعوبتها كانت في انتظار نتائجها، كون أن هالبطولة كانت عبارة عن تجهيز لبطولة البطولة العربية في شرم الشيخ، فكنا بانتظار نتائجها لمعرفة المستويات، خاصة بعد القانون الدولي الجديد في الرماية. تساوينا مع الشباب في الرماية، فقمنا نطيق 60 طلقة بدلا من 40 طلقة. البطولة ما كانت في صعوبات، بس مثل ما قلت لك الصعوبات كانت القلق من نتيجة هالبطولة. طبعا هالبطولة كانت لنا البطولة الثانية بالستين طلقة اللي تساوت مع الشباب، لأن كنا 40 طلقة، فتقريبا المجهود زاد علينا، والمنافسة بيننا طبعا احنا ثلاث راميات 10 متر، فمتقاربة ساعات تكون نتائجنا، فهالمرة صار تنافس وايد قوي، إنه في نزلت سكورات وصعدت، فالحمد لله. وهذا البطولة طبعا تدريب حق بطولة شرم الشيخ بمصر، إن شاء الله راح تكون 11/3، طبعا بطولة عربية،
إن شاء الله نجيب نتائج بعد التدريبات إن شاء الله. كانت جدا قوية، حصل فيها تنافس قوي بين مجموعة من الرماة. لعبنا 6 جولات في البطولة، وعبارة عن 60 طلقة، 10 طلقات لكل جولة. تأهلنا 8 رماة إلى الجولة النهائية اللي هي الفاينل. لعبنا جولتين من 20 طلقة بالفاينل، والحمد لله يعني خذيت المركز الأول فيها. المنافسة كانت شديدة بين الرماة، يعني كانت الأرقام جدا متقاربة بين اللاعبين، خاصة يعني بيني وبين اللاعب محمد عادل كان في منافسة قوية في بالفاينل، يعني كانت الأرقام جدا قريبة، ويعني البطولة كانت قوية بحد ذاتها. يعني البطولة كانت وايد ممتازة وتنظيمها كان وايد ممتاز، الحمد لله. يعني المنافسة كانت وايد قوية، ومستوى البنات قام يرتفع، والحين نقدر نقول ان الفريق الكويتي قام يتأهل حق ممكن انه يتأهل حق البطولات الآسيوية والعالمية. الحمد لله يعني حصلت على المركز الثاني. مثل ما يقولون الرامي مو حلو انه هو دائما يكون صاعد، وانا احب اكون مرة صاعدة مرة نازلة. كثرة الصاعدة يعني اذا طحنا يعني راح تكون صعبة الصاعدة علينا، والحمد لله يعني المنافسة كانت وايد حلوة. سعيد الحقيقة في تواجدي بين أخواني وأخوات الرماة بالعنابة عن الوالد الشيخ جابر عبدالله الجابر الصباح، وسعدت الحقيقة فيما شفته وشاهدته من نتائج لأخواني وأخوات الرماة، ونتمنى لهم التوفيق والسداد والنجاح في البطولات القادمة. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بشكر جزيل لرئيس الاتحاد الكويتي للرماية المهندس دعيج العتيبي وجميع القائمة على هذه البطولة. بعد ما شفنا معكم أعزائي المشاهدين أحداث هذه البطولة، وصلنا معكم إلى الختام. نترككم في رعاية الله وحفظه.